يستعد عدد من الناشطين والقوى الثورية للعودة إلى تنظيم حراك شعبي جديد في بغداد وعدد من المدن العراقية في مطلع شهر تشرين الأول المقبل، بالتزامن مع الذكرى الثالثة لثورة تشرين التي انطلقت في العام 2019 ضد العملية السياسية الفاسدة. اليوم احنا طلعنا راح نطلع بواحد عشرة مع جميع الأحرار من هذا الوطن، جميع الأحرار بدون مسميات، وهي باسم تشرين. لا نسمح لأي شخص أن يدخل بعناوين أخرى من جهات ثانية خصوم بين الأطراف. لا، أنا سنخرج واحد عشرة بإذن الله باسم تشرين، طالب بإزالة هذه الطبقة السياسية التي حكمت البلاد ولا سوى منها الدمار والخراب. الناشطون المدنيون أكدوا على التحشيد على هذه الاحتجاجات تحت مسميات مختلفة، سخطا على تردي الأوضاع العامة واستمرار التدخلات الخارجية في العراق وعدم محاسبة المتورطين في قتل المتظاهرين والفساد الحكومي. لنا رجعة مرة أخرى في 11 والنزول إلى الشارع وبقوة، رافضين تشكيل أي حكومة محاصصة وأي حكومة بوجود الحيتان الكبار والقضاء المسيس والسلاح المنفلت، مستمرون ولو كره الفاسدون. نعم نعم للعراق. ومن المتوقع أن تكون ساحات التحرير والنسور في بغداد مركزا للتظاهرات الجديدة، إذ يؤكد ثوار تشرين على هدفهم المستمر في إسقاط الطبقة السياسية الفاسدة التي تسلطت على العراق منذ العام 2003 وحتى الآن. 11 هو يوم النزول، هو يوم نصرة المظلوم على الظالم. 11 ستنزل جميع المحافظات في بغداد وفي جميع الأماكن في ساحة التحرير وساحة النسور لإسقاط هذه العملية الفاسدة التي حكمت العراق منذ 2003 لحتى الآن. وتأتي دعوات التظاهر الجديدة في وقت تتعمق الأزمة السياسية وعدم تشكيل الحكومة الجديدة وفشل السياسيين في إحداث أي تغيير سياسي واقتصادي. اليوم الشعب بدأ يوم على يوم الشارع في غيلان، اليوم الشارع بدأ يثور. السنة هذه سنة 2022، 11 واحد تشرين يختلف عن السابق. 1 تشرين يريد تغيير جذري، تغيير جذري ليس تغيير ترقيعي كما يتصورون. وهذا الشعب بعد ما راح يرجع إذا نزل للشارع أطلاقا، مستحيل، لأن اليوم يوم على يوم بدأ الغيلان. اليوم الشارع بدأ بأكمله متظاهر، المحاضر متظاهر، العقود متظاهر. اليوم كل فئات الشعب العراقي هي مظلومة. تعود تظاهرات تشرين التي أصبحت من المحطات الوطنية في تأريخ الحركات الاحتجاجية في العراق لتطالب من جديد بالكشف عن قتلة المتظاهرين وإسقاط الطبقة السياسية الفاسدة التي تتمسك بالسلطة على حساب العراق ومصالحه ومقدراته.